أخبار اليوم. محمد الهادي السيد سعد الدين صالحية. كانت المسابقة موضوعها عن تجديد الخطاب الديني ودعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، واعتقد ان ده شيء مهم جدا في هذه الفترة. تجديد الخطاب الديني مهم جدا لمواجهة الفكر المتشدد ومواجهة الإرهاب ومواجهة دعاة الغلو والتطرف. فكانت يعني فكرة الأخبار المسائي ان هي تعمل مسابقة دينية عشان الناس كلها تبدأ تقرأ في تجديد الخطاب الديني وتعرف يعني ايه تجديد الخطاب الديني. وكانت أسئلة المسابقة أسئلة كلها دينية عن حاجات معينة في القرآن الكريم. اللي أعد الأسئلة المسابقة كبار مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأواف، تم الاستعانة بأسماء وقامات كبيرة في وزارة الأواف والرجال الأزهر أعدوا هذه المسابقة. نشرنا المسابقة في شهر رمضان، طوال شهر رمضان على مدى 30 يوم. الحمد لله زي ما حضراتكم شفتوا كان إقبال كبير جدا من القراء. يمكن أنا سعادتي كبيرة جدا بالإقبال الشديد من القراء على إرسال الرسائل. معنى كده أن الناس كلها قرت عن المسابقة الدينية، قرت عن تجديد الخطاب الديني، الناس دي قرت في القرآن وقرت في الأحاديث النبوية. قدرنا نخلي الالاف من السادة القراء اللي شاركوا في المؤسسة ان هم، وده الهدف الحقيقي اللي احنا سعينا ليه والحمد لله اتحقق. النهاردة تم الاول عملنا عملية الفرز، والنهاردة سحب الجوائز. عندنا 30 جائزة، في جوائز اجهزة تابلت، 10 اجهزة تابلت، 3 فوزة كريستال، وبعد كده عندنا الباقي مجموعات كتب قيمة وكبيرة مهمة جدا من وزارة الثقافة. يعني اعتقد الجوائز بالاضافة ان شاء الله هيكون في جوائز مالية. اعتقد ان المسابقة حققت هدفها اللي احنا سعينا ليه. السادة القراء شاركونا واسعدونا بهم، ارسلونا هذا الكم الكبير من الخطابات. يمكن يعني كنت اتخيل ان الكم الكبير ده يكون في مسابقه وزير رمضان والكلام ده، لكن ان يكون ده في مسابقه دينيه ده مصدر سعاده حقيقيه.